نزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وتقبله مني. طالبات وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم والمراجعة النهائية في مادة الرياضيات. معكم الأستاذ محمد السيد بلال. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب، قناة الأستاذ التعليمية، والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. لا تنسى أن تفعل خاصية الجرس. أول حاجة بيقول لي أكمل ما يأتي. تعالوا نشوف مع بعض العبارة بتقول إيه. بتقول لي الأعداد الصحيحة الموجبة، التقاط والأعداد الصحيحة الإيه السالبة. طب إحنا عارفين الأعداد الصحيحة الموجبة اللي هي بتبدأ بكام هنا؟ اللي بتبدأ بواحد واثنين وثلاثة إلى ما لا نهاية. طب الأعداد الصحيحة السالبة اللي بتبدأ سالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثة. طب هما بيتقاطعوا في إيه؟ إيه الحاجة المشتركة ما بينهم؟ طبعا مفيش أي حاجة مشتركة ما بين صاد الموجبة وصاد الإيه السالبة، وبالتالي فإن التقاطع بتاعهم يديني الإيه؟ يبقى مجموع التقاطع بتاعهم بتديني الإيه؟ مجموعة إيه الخالية؟ فاي. طيب بيقول لي ايه؟ سالب مضروبة في سالب 12 في سالب 5. طبعا هنا بنبتدي نضرب الاشارات اللي عندنا، السالب في سالب بموجب، موجب في سالب بسالب، يبقى هنا الاشارة هنا ايه؟ سالب. وبعد كده بنضرب العدد في العدد، الخمسة نضربها في 12، طبعا 5 في 2 ب 10، صفر معانا الكام؟ الواحد. وبعد كده 5 في 1 ب 5 ومعانا 1 6، يبقى الناتج يطلع لي كام؟ سالب ايه؟ سالب الايه؟ ال 60. طيب كلام كويس وكلام سهل وبسيط جدا. طيب هنا بيقول لي السؤال بعد كده بيقول لي اكمل بنفس التسلسل. تعال نشوف التسلسل ماشي ازاي. 1 1 2، خلي بالك معايا، 1 و 2 3، 2 و 3 5، 5 و 3 8. لاحظ معايا بنعمل ايه؟ 5 و 8 13، يبقى بنجمع العدد واللي بعده يدينا الايه اللي بعده وهكذا. ماشي، يبقى هنا بقى اصبح دلوقتي نيجي على 8 كده نقوله ايه؟ 21 زائد كام؟ 34 يديني 55. طب تعالى نجمع العددين دول ونشوف الناتج بكام. يبقى هي نفس الفكره برضو، احنا ماشيين 4 و5 9، 4 زائد 5 كام؟ 9. وبعد كده ال 3 وايه؟ ال 3 و5 8، يبقى الناتج يطلع لنا 9 وكام؟ 9 وايه؟ و8. طيب كلام جميل. هنا بيسالني سؤال بيقول لي صورة النقطة اللي هي ألف عبارة عن اتنين وسالب ايه وسالب واحد بالانتقال اللي اسمه ايه بقى؟ اللي اسمه سين سالب واحد وصاد زائد تلاتة. خلي بالك النقطة ديت معناها ان ده سين، يبقى سين ده سين وده الايه وده الايه الصاد. معنى ذلك اننا هنعوض عن السين بكام؟ باتنين، وعن الصاد بسالب ايه؟ واحد. طيب يلا يبقى هنا نحط هنا بدل السين نحط اتنين، كويس، وبدل الصاد نحط سالب ايه؟ سالب واحد. طيب يلا نشوف مع بعض. اتنين ناقص واحد يدينا كام هنا؟ يدينا واحد، يدينا هنا ايه؟ واحد. ماشي، طب وايه كمان؟ ونقوله بقى كام؟ سالب واحد موجب تلاتة يطلع لي بالايه؟ بالاتنين. يبقى النقطة هنا ديت هي دي الايه تعتبر بالنسبة لنا هي الايه الصورة. طب سؤال هنا بيقول لي المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات الذي طول ضلعه خمسة وعرضه كام؟ اتنين، وارتفاعه بيساوي كام؟ اتنين سنتيم. طبعا هنا المساحة الجانبية لمتوازي الاضلاع بتساوي عبارة عن ايه بقى؟ محيط القاعدة في الارتفاع، في ايه؟ في الارتفاع. طيب محيط القاعدة اللي هو عبارة عن ايه؟ تعال نشوف محيط القاعدة. القاعدة طبعا في متوازي المستطيلات عبارة عن مستطيل. طب محيط المستطيل بيساوي ايه؟ بيساوي اتنين في الطول زائد العرض، او الطول زائد العرض في اتنين. الطول خمسة والعرض اتنين، مجموعهم كام؟ مجموعهم سبعة. السبعة في اتنين بكام؟ بيدينا هنا ايه؟ سبعة في اتنين بكام؟ 14. هنضربهم في الارتفاع، يبقى طبعا دول لو ضربتهم في بعض هنا هو دولت كده، لو انا ضربت دولت في بعض هيبقى اتنين في كام؟ اتنين في سبعة. اتنين في كام هنا؟ بسبعة. اتنين في سبعة كام؟ 14. اضربهم في كام؟ اضربهم في ايه؟ في الاتنين، يبقى 14 في اتنين 28 سم، يبقى دي محيط القاعدة. يبقى هنا اعطانا محيط الايه الاول، نجيب محيط الايه؟ محيط القاعده في الارتفاع، يدينا الايه؟ المساحه الايه؟ الايه الجانبيه. كويس، يبقى ده الحل بتاع المساله. يبقى ايه نقوله؟ المساحه الجانبيه متوازي المستطيلات عباره عن محيط القاعده في الايه؟ في الارتفاع.
هنا بيقول لي احسب المساحة الجانبية والمساحة الكلية لعلبة على شكل متوازي مستطيلات قاعدته على شكل مربع، طول ضلعه كام؟ طول ضلعه 6 وارتفاعه كام؟ ارتفاعه 10. يبقى هنا ديت القاعدة بتاعتنا اللي تحت ديت عبارة عن ايه؟ مربع. طب المربع هنا كام؟ طول ضلع المربع كام؟ 6. طبعا هنا يبقى ده 6 ايه؟ 6 سنتي. وارتفاعه يبقى ده ارتفاعه، يبقى ده من اي واحدة من دولت ارتفاعه، هنعتبر الارتفاع ده كام؟ 10 هيت. ماشي؟ 10 ايه سنتي. طيب هنا بقى علشان هو طالب مني حاجتين، المساحة الجانبية والمساحة الكلية. طيب علشان اجيب المساحة الجانبية الأول يبقى لازم يكون عندي ايه بقى؟ محيط القاعدة في الارتفاع. نجيب محيط القاعدة في الارتفاع. طب القاعدة على شكل ايه؟ على شكل مربع. يبقى محيط المربع بيساوي ايه؟ 6 في طول الضلع. الايه؟ طول الضلع في ايه؟ في 4. طب 6 في 4 يديني مساحة ايه؟ محيط القاعدة. ونضربه في 10 يديني الارتفاع. يبقى نقوله هنا المساحة الجانبية بتساوي ايه؟ 4 في 6. مين 4 في 6 ديت؟ تعتبر هي محيط الايه؟ القاعده. يبقى دي كده اعتبر بالنسبه لنا محيط القاعده، لان القاعده مربعه، فنجيب المحيط بتاعه المربع يبقى ايه؟ 4 في طول الضلع. الضلع طوله كام؟ 6. يبقى ايه؟ 6 في 4 في الارتفاع اللي هو ايه؟ 10. اضرب هيديني 240 سم ايه مربع. طيب دي المساحه الجانبيه. المساحه الكليه بقى عباره عن ايه بقى دلوقتي؟ عباره عن المساحه الجانبيه زائد مجموع المساحه القاعدتين، زائد مجموع مساحه القاعدتين. طب المساحه الجانبيه احنا جبناها بكام؟ ب 240 زي ما انت شايف اهو، صح؟ طيب مساحه القاعده اللي هي المربع، طب مساحه المربع بيساوي طول الضلع في نفسه. طب طول ضلعه كام؟ 6 في 6 ب 36 في 2، علشان عندي قاعدتين، القاعدتين اللي فوق اللي فوق واللي تحت، هيدينا الناتج في النهايه بكام؟ 300 وكام؟ و12 سنتيمتر ايه مربع. يبقى دي المساحه الجانبيه، ودي عبارة عن ايه؟ مساحة القاعدتين. يبقى هنا 2 في مساحة القاعدة الواحدة. طيب كلام جميل وسهل جدا. هنا بيقول لي بقى المسألة اللي جاية ديت نشوفها مع بعض. تقول لي بقى المسألة ديت، تعال نشوف. بيقول لي عين في مستوى إحداثي متعامد النقط. اللي هي ايه النقط بقى؟ الألف عبارة عن 1 وايه؟ و4، الب عبارة عن 2 وايه؟ و1، الجيم عبارة عن سالب 2 و1. دي نحددها، دي تدينا النقط ديت، هتدينا ايه؟ مثلث. خلاص يبقى الشكل ده لو وصلتهم هتدينا ايه؟ مثلث. تعال نحدد. اول حاجه ا عباره عن 0 و4، ادي الصفر اهو خلي بالك، و4 يبقى ادي النقطه ديت، ودي نقطه اسمها ايه؟ نقطه ا. كويس، دي نقطه ا. النقطه ب عباره عن 2 و1، ادي 2 وادي الواحد، صح؟ ادي النقطه كده نعتبرها ديت هي ايه؟ نقطه ايه؟ ب. كويس. طيب النقطة ج عبارة عن سالب 2 وكام؟ خلي بالك سالب 2 على محور السينات، ادي ايدي على محور السين، شايف؟ ايدي على محور السينات، فين سالب 2 اهي. طب ونعمل ايه؟ ونيجي طالع فوق لحد ما نوصل عند مين؟ عند الواحد اللي هو في ايه؟ في الصادات اللي في الوش كده. اهو يبقى الاثنين دول كده اتقاطعوا مع بعض، ادي السي سالب 2 ومعاها الواحد، يتقاطعوا في النقطة ديت، هنسميها نقطة ج. نسميها نقطة الايه؟ الج. طيب بنعمل ايه بعد كده؟ نحاول نوصل النقط ديت بايه؟ ببعضها. تعالوا نوصل النقط ديت بايه؟ ببعضها. بص معايا، تعالوا نوصل، هنرسم ايه؟ نوصل ا بايه؟ ا بب، ادي اول نقطة عندي، صح؟ ونوصل الب بايه؟ بج، نوصل الب بايه؟ بج، اهوت. كويس؟ ونوصل الجيم بالالف اهوت، يبقى ده المثلث الايه؟ اللي هو طالبه، يبقى ده الرسم بتاعه. طيب، طالب مني ايه بقى دلوقتي؟ طالب مني الايه؟ بعد كده طالب مننا طول ب ج. طب ب ج دي، شايف ب ج ديت؟ اهي الحته دي كده، نعد كم مربع؟ 1 2 3 4، يبقى دي عباره عن اربع ايه؟ اربع وحدات. يبقى ب ج ديت بتساوي اربع وحدات، اربع ايه؟ اربع وحدات. طيب عايز صوره المثلث اللي هو مين بقى؟ ا ب ج بالانتقال اللي هو ايه؟ اللي هو صفر وسالب 2. طب بص معايا، انا دلوقتي عارف ان ايه؟ ان الالف خلاص دي عبارة عن كام؟ عبارة عن صفر وكام؟ صفر وأربعة، صفر وكام؟ وأربعة. طب هنعمل لها الانتقال اللي هو أعطهولي، هتبقى ألف شرط، خليها ألف إيه؟ شرطة، بالانتقال اللي هو إيه؟ أعطهولي. معنى الانتقال أنا هنجمع النقطة دي مع النقطة دي. طب صفر وصفر هو الصفر، مظبوط؟ فاصلة، أربعة ناقص اتنين يديني اتنين. أيوة كده، أيوة كده عرفت. طيب نرجع نجيب النقطة ب، النقطة ب برضه اللي هو أعطهولي في المسألة، عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 و1، 2 وايه؟ و1، بنفس الانتقال اللي هو عطهولي، اللي هو ايه الانتقال؟ اللي هو الانتقال ده هيدينا نقطة تانية اسمها ايه؟ اسمها ب شرطة، اسمها ب ايه؟ شرطة. طب ب شرطة لما نعمله الانتقال نقوله بنجمع برضه، نقوله 2 صح؟ وصفر
اياها الاتنين، مظبوط كده معايا؟ فاصلة. طب واحد وسالب اتنين يديني سالب واحد، كده انا عرفت بيه شرط. طب الجيم عندي صح؟ اهي. طب اللي هي عبارة عن ايه الجيم؟ عبارة عن سالب اتنين، سالب اتنين وكام؟ وواحد، اهوت. طيب نجيب لها الصورة بتاعتها بنفس الانتقال اللي هي جيم شرطة، اللي هي تعتبر جيم ايه؟ شرطة. طب نعملها الانتقال بتاعها، ركز معايا وافهم. نقول سالب اتنين زائد الصفر يديني سالب اتنين، فاصلة. واحد وسالب اتنين يديني سالب واحد، كويس؟ تعال بقى النقط دي تعملها برضو بنفس الطريقة فين؟ في النظام الاحداثي المتعامد. خلاص تعال نعملها في النظام الاحداثي ايه متعامد. الكام اول حاجة؟ صفر واتنين، ادي الصفر والاتنين معاها يبقى ادي صفر والاتنين، ونسمي ديت اللي هي الايه؟ الالف ايه؟ الف شرط. طيب الب شرط عبارة عن كام؟ اتنين، اتنين اهو وسالب واحد، اهي خلي بالك اتنين اهي وتنزل عند سالب واحد، ودي سميها ب شرط. طيب بعد كده الجيم سالب اتنين ومعاها سالب واحد اهي، يبقى دي اسمها جيم شرط. طيب بنفس الطريقة ان احنا نعمل ايه دلوقتي؟ نوصلهم بنفس الطريقة برضو ونشوف الناتج يطلع لنا بايه في هذا الوضع، كويس؟ تعالوا نوصلها كده ونشوف تطلع لنا ايه بنفس الوضع. ماشي اهي، يبقى اول حاجة الف شرطة مع مين؟ مع ب شرطة. ماشي، بعد كده نوصل الف شرطة بجيم شرطة اهي، الصورة الجديدة بتاعتك. طيب ارجع وصل ب شرطة بجيم شرطة، وصلهم ببعض كده اهوت، بديت الصورة الجديدة زي ما انت شايف بالانتقال اللي هو على طول، اللي هو كام؟ اللي هو عبارة عن كام؟ صفر وسالب كام؟ وسالب ايه؟ اتنين. يبقى دي المسألة وحلها. ايه؟ بيقول إذا كان محيط وجه مكعب يساوي 20، يبقى هنا اعطيني المحيط بتاع ايه؟ الوجه من وجوه المكعب، فإن المساحة الكلية بتاعته بكام؟ طبعا احنا عارفين إن المساحة الكلية بتاعت الايه؟ المكعب بتساوي 6 في مساحة الوجه الواحد، مساحة الوجه الايه؟ الواحد، بس هو يعطيني هنا محيط الوجه، محيط، فلازم نجيب المساحة علشان نضربها في 6 يديني ايه؟ يدينا المساحة الكلية. طيب تعالوا نجيب أول حاجة، طالما أنا عاطيني المحيط، محيط الوجه، ممكن نجيب منه طول الضلع، طول الضلع أو طول الحرف. طب طول حرف المكعب يساوي المحيط بتاعها كله نقسمه على 4، لأن هي ايه؟ كل ايه؟ وجه من وجوهها عبارة عن مربع. طب محيط المربع خلاص 4 في طول الضلع. طب أنا عايز نجيب طول الحرف بس، يبقى ايه؟ المحيط على 4، يعني نقول 20 على 4 يديني 5، يدينا ده طول ايه؟ الحرف بتاع المكعب، يبقى طول حرف المكعب. طيب نرجع نجيب بقى الايه؟ المساحة الكلية. المساحة الكلية بتساوي 6 في مساحة الوجه الواحد، مساحة الوجه الايه؟ الواحد. يبقى 6 في الوجه عبارة عن ايه؟ احنا قلنا مربع. طب مساحته ايه؟ طول الضلع في نفسه. أنا جبت طول الضلع بكام؟ 5، يبقى نقوله 6 في 5 في 5. 5 في ايه؟ في 5. طبعا هنا بالاختصار هدينا 150 سنتيمتر مربع، دي المساحة الكلية مين؟ للايه؟ المكعب. طب هنا بيقول لي إذا كانت س بتساوي سالب واحد وص بتساوي سالب اتنين، فإن العدد السالب في مالي هو، عايز أجيب العدد السالب، كويس؟ في دولات. طيب إيه بقى؟ س تربيع زائد ص، ولا س زائد ص تربيع، ولا س تربيع ناقص ص، ولا س تربيع زائد ص إيه تربيع؟ طبعا هنا حبينا نشوف مع بعض. هنا لو حبينا نربع، هنربع ده، يبقى ده بالموجب وده بالموجب، طبعا الإجابة الأخيرة مرفوضة طبعا، لو حبينا نشتغل في الإجابة الإيه؟ الأخيرة. طيب هنا خلي بالك معايا، ناخدوها واحدة واحدة كده، نبدأ بالأولاني. طب تعالى نعمل إيه؟ تعالوا نقول س تربيع زائد الص. س تربيع يعني هنربع ده، يعني نضربه في نفسه مرتين، يبقى سالب واحد في سالب واحد يدينا موجب واحد. خلاص؟ بعد كده زائد، أهي زائد أهيت، ناقص اتنين لأن ص بسالب اتنين. طيب يبقى هنا واحد موجب في سالب بسالب، يبقى واحد ناقص اتنين يديني سالب واحد، ده السالب. طبعا هو بيقول لي السالب، ما خلاص طالما اول واحد طلع سالب خلاص هو ده السالب، ماليش دعوه بالتاني بقى، لان مش معقول هيبقى في اجابتين فيهم بالسالب، ده هو عايز العدد الايه؟ السالب في دولت. يبقى هو ده الاجابه الصحيحه، يبقى دي هي الاجابه الايه؟ الصحيحه اللي عندنا، كويس؟ طيب تعالوا نشوف المقال بعد كده. بيقول لي عندي ايه بقى دلوقتي؟ عندي 100 تلميذ منهم 70 يحبون مادة الرياض. ماشي، يبقى 100 منهم 70 بيحبوا الرياضيات،
و60 منهم بيحبوا مادة العلوم. فإن عدد التلاميذ الذين يحبون المادتين معا، طب نجيبها ازاي ديات؟ خد بالك معايا والعملية سهلة جدا. يبقى الذين يحبون المادتين معا اللي هم الرياضة والإيه؟ الرياضة والعلوم. فبنعمل إيه؟ بنجمع ال70 زائد ال60 ونطرحهم من المية. يبقى نجمع ال60 زائد ال70 ونطرحهم من 100، الناتج هيديني 30. يبقى هم اللي بيحبوا المادتين معا هيكونوا عبارة عن كام؟ 30 إيه؟ تلميذة. 30 إيه؟ تلميذة. السؤال بعد كده بيقول لي سلة بها كرات مرقمة من 1 ل 15، يبقى عدد الكرات كام؟ من 1 ل 15، ب 15 كرة، كلهم مجموع كله كام؟ 15. صحبة كرة عشوائيا، فما احتمال أن تكون الكرة المصحوبة تحمل عدد زوجي، عدد ماله؟ زوجي. 2 تحمل عدد أكبر من أو يساوي الكام؟ الإيه؟ ال 11. طب تعالوا بقى نشوف مع بعض. الأعداد الزوجية هنا هتكون عبارة عن كام؟ يبقى نشوف الحدث اللي هي الأعداد الزوجية اللي هي محصورة ما بين الواحد والإيه؟ من بداية الواحد لحد ال 15. هتلاقي 2 4 6 8 10 12 14. عددهم كام؟ عددهم 1 2 3 4 5 6 7. السبعة دول تنقسمهم على العدد الكلي اللي هما كام كرة عندنا؟ 15. يبقى الاحتمال في الحالة ديت 7 على 15. يبقى ايه؟ نشوف عددهم كام؟ هنلاقيهم 7، والعدد الكلي كام؟ 15. خلاص يبقى 7 على 15 ده ايه؟ احتمال ان الكرة المسحوبة تكون عدد ايه؟ تحمل عدد ماله زوجي. طيب الثانية ان الكرة المسحوبة تحمل عدد اكبر من او يساوي ال 11. يبقى نبدأ من ال 11 لان اكبر من ال 11، يبقى ناخد ال 11 وال 12 وال 13 وال 14 وال 15. طب نعدهم، عددهم كام؟ 1 2 3 4 5. قسمهم على العدد الكلي اللي هو 15، يبقى انا دلوقتي نقوله ايه؟ دلوقتي نقوله العدد الكلي، العدد اللي عندنا 5، هنقسمهم على ال 15. طبعا بالاختصار يبقى 5 على 15 يديني تلت، يبقى هنا الاحتمال يديني كام؟ 1 على الكام؟ على الايه؟ التلاته. طيب السؤال هنا بيقول لي اوجد مجموعه الحل في ص للمعادله ديت. دي معادله بيقول لي اوجد مجموعه الحل في ص. 2 عايز مجموعة حل المتباينة دي برضو في ايه؟ في ايه؟ في الاعداد الايه؟ الصحيحة. طيب تعالى في طه التانية دي في طه. طب تعالى نشوف الاولانية في الاعداد الصحيحة، نشوف مع بعض. اول حاجة المعادلة صح؟ يبقى 2 س زائد 9 بيساوي 3. طبعا بناخد التسعة نوديها هناك مع تغيير الاشارة، ماشي؟ يبقى اول حاجة بنيجي على عدد التسعة ده ونوديه هناك مع تغيير الاشارة، هتبقى لي 2 س بتساوي 3 ناقص 9. يبقى 2 س بيساوي 3 ناقص ايه؟ سالب 9. طب ما تيجي نطرح دولت من بعض، هيدينا 3 سالب 9 يديني سالب كام؟ 6. يبقى نقوله 2 س هتساوي ايه؟ سالب 6. سالب كام؟ 6. طيب هنقسم على معامل الس، مين معامل الس هنا؟ الاثنين. يبقى 2 س بتساوي سالب 6، اقسم على الاثنين. يبقى اذا هنا هنقسمه هنا على الكام؟ على الايه؟ الاثنين. لما نقسم على الاثنين يبقى س بتساوي سالب 3. طب سالب 3 ديت موجوده في طه وفي ص ولا لا؟ اه، يبقى بتنتمي لص، يبقى ده بينتمي لايه؟ للاعداد الصحيحه. يبقى ديت ما هي دي مجموعه الايه؟ الحل. طيب بعد كده بيقول لي هات لي مجموعه حل المتباينه. 2 س ناقص 7 ناقص 3 س ناقص 2 اقل من 7. اقل من ايه؟ من 7. بنفس الطريقه حلك المتباينه زي حلك المعادله بالظبط، بس المتباينه بيبقى فيه علامه ايه؟ علامه اصغر من او ايه؟ اكبر من. طيب طبعا هنوقف بنفس الطريقه، الاثنين دي ناخدها هناك مع تغيير الايه؟ الاشاره. هيتبقى لي 3 س بتساوي اقل من 7 زائد كام؟ 2. يبقى 3 س اقل من 7 زائد كام؟ 2. معنى ذلك ان 3 س اقل من ال 9. اقل من الكام؟ من ال 9. يبقى 3 س اقل من ال 9. طب هنا هنقسم على ال 3 برضه، يبقى هنا بالقسم على الكام؟ على ال 3. يبقى انا هنا هنقسم هنا على ال 3 برضه، وهنا بنقسم على الكام؟ على ال 3 اهو. لما نقسم على 3 يبقى س اقل من كام؟ اقل من ال 3. طب ايه هنا بيقول لي في الاعداد الطبيعيه؟ ايه الاعداد الطبيعيه اللي اقل من ال 3؟ يبقى هي ال 2 وال 1 والصفر، لان هنا العدد هنا عدد اصغر عدد طبيعي هو الصفر. فانا دلوقتي بناخد الاصغر من ال 3، هتلاقي ال 2 وال 1 والايه؟ والصفر. ايه اوجد ناتج ايه بقى؟ سالب 3 اس 3 في سالب 3 اس 2 على سالب 3 اس كام؟ اس 4. طب نعملها ازاي دي؟ تعال نشوف ازاي نتعامل مع المساله دي. خلي بالك هنا لو انا بصينا المساله اللي فوق دي هنلاقي هنا ان انا بنعمل عمليه ايه؟ ضرب، والاساسات مالها؟ متشابهه. طب لما تكون الاساسات متشابهه وانا بضرب بنحط اساس اللي هو سالب 3 اهوت ونجمع الاسس، ونعمل ايه في الاسس؟ ونجمع الاسس. يبقى نحط سالب 3 ونيجي جمع الاسس. الاس هنا كام؟ 3. والاس هنا كام؟ 2. اجمع يبقى 5، صح كده؟ طب واللي تحت مفيش حاجه غير حاجه هي نفسها، نحطها زي ما هي. يبقى سالب 3 الكل اس كام؟ الكل اس 4.
كده انا عملت عمليه الضرب اللي هي فوق واللي تحت هتيجي زي ما هي. طيب نرجع نبص كده، انا دلوقتي اتحولت لعمليه قسمه. طب في حاله القسمه يبقى انا قسمت اهو، دي عمليه قسمه اللي هي علامه العلة دي معناها عمليه القسمه. طب في عمليه القسمه بنعمل ايه؟ بنحط برضو اساس ونطرح الاسس. طب الاساس هنا كان برضو نفس ان هو زي بسالب 3 اهو، ونيجي على الاسس ونيجي طرحها. يعني ايه؟ نقول الاسس زي ما هي نطرحها، نقول 5 ناقص ايه 4، نقول 5 ناقص كام؟ ناقص الاربعة. يعني في النهاية هتطلع كام؟ سالب 3 أس كام؟ أس 1، والواحد ما بيكتبش، ادي الناتج اديني سالب كام؟ سالب ايه؟ سالب ايه؟ التلاتة. طيب كلام كويس، تعال نشوف المسألة اللي بعد كده. المسألة اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ الجدول التالي يوضح النسب المئوية للرياضة المفضلة لدى أحد مراكز الشباب. الرياضة المفضلة خلاص، وبعد كده نسبة التلاميذ. أول رياضة اللي هي كرة القدم نسبتها كام؟ 40%. طيب وكرة السلة نسبتها كام؟ 18%. كرة اليد نسبتها كام؟ 12%. كرة الطائرة تمثلها 20%. التنس طاولة بتمثلها 10%. إيه اللي طلبوا مني؟ بيقول لي مثل هذه البيانات باستخدام القطاعات الدائرية. طيب علشان نمثلها بالقطاعات الدائرية بنحول النسب المئوية إلى إيه؟ إلى درجات، نوصلها إلى إيه؟ درجات. طيب تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة القدم. طب نعمل إيه في القدم بقى اللي هي كرة القدم يعني؟ النسبة بتاعتها كام؟ النسبة اللي بتاعتها أعطاها لي كام؟ إن هوت عبارة عن 40%. يبقى هو 40 أهيت، بدل ما هنقوله في المية يبقى نعمل إيه؟ نيجي ضارب في كام؟ نضرب في 3.6 علشان نحولها للدرجات، يبقى نقوله في مضروبة في 3.6. طيب لما نضرب ديت خلاص الناتج هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 144 درجة، يبقى انا هيطلع لي كام؟ 144 درجة، يبقى انا كده حولت ال 100 النسبة المئوية لايه؟ لدرجة. طيب ادي واحد معايا. طيب السلة. السلة كام؟ 18%، يبقى 18 نقوله 18 في ايه؟ تعالوا نشوفهم كلهم مع بعض كده اهي، يبقى السلة كام؟ 18، يبقى 18 برضو في كام؟ بدل في المية نخليها نضربها في كام؟ في برضو 3.6، يبقى كله نضرب في 3.6. خلاص. طيب بالاختصار بعد عملية الضرب هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 5 وكام؟ يطلع لنا هنا كام يا اخوانا؟ يطلع لنا نسبة 5 وايه؟ يبقى كرة السلة هتطلع لنا كام؟ هتطلع لنا حوالي كام هنا دلوقتي؟ 65 65 درجة، 65 درجة. بالنسبة هنا بالتقريب هتطلع لنا 65 في المية تقريبا، فاحنا بنضرب التقريب عشان برضه تكون واخد معايا. طب بعد كده نقوله كام؟ نقوله بعد كده ال 12، يبقى ال 12 برضه ال 12 هنضربها في كام؟ في كام؟ هنضربها في برضه نفس الحكاية 3 وكام؟ 3 وإيه؟ و6 من 10، 3 و6 من كام؟ من 10. طيب برضه هنجيبها تطلع لنا كرة اليد تطلع بكام بالتقريب؟ هتطلع لنا بكام؟ ب 43 في المية، بين 3 وايه؟ و40 في الايه؟ في المية. طب نشوف كرة الطايرة. كرة الطائرة، طب الطائرة كام؟ 20%، يبقى نقوله برضه الحكاية 20% ب 20 بنضربها في كام؟ في برضه 3.6، 3 وكام؟ و6 من 10. بالاختصار هتطلع لي كام؟ هيطلع لنا كام؟ هيطلع لنا 72 في الايه؟ في المية. يبقى هنا نسبتها كام؟ 72 في الايه؟ في 72 درجة، 72 درجة. طيب التنس، التنس عبارة عن كام؟ عبارة عن 10، يبقى 10 هنضربها في كام؟ في 3 وايه؟ 3.6 برضه، 3.6، يعني الناتج هيطلع لنا 36، 6 وكام هنا؟ 36 درجة اهوت. يبقى انا كده حولت الايه؟ النسبة المئوية إلى ايه؟ إلى درجات. طيب بعد كده بقى بنعملها بنمثل ايه؟ نحط دايرة ونشتغل على الدايرة بقى. بنعمل دايرة ونحولها إلى قطاعات، إزاي بقى؟ خد بالك معايا دلوقتي، الدايرة هي اتعملت دايرة زي ما أنت شايف، وهنحول بقى. أول حاجة بنعمل إيه دلوقتي؟ بنحط مركز الدايرة ونوصل الحتة دي كده. باستخدام المنقلة هنقيس كام؟ هنقيس 140 درجة، ونيجي عامل كده الجزء ده يبقى 144 درجة، ونيجي عامل ده يبقى ده يمثل كرة الإيه؟ القدم. طيب السلة 65%، برضه بنفس الحكاية هنقيس المسافة ديت. خلاص نقيسها كده باستخدام المنقلة، نحط المنقلة هنا ونقيس بالدرجات هتطلع لي 65. برضه نفس الحكاية هنقيس ديت كرة اليد هتبقى 43. كرة الطايرة زي ما انت شايف 72%. اخر حاجة التنس هيبقى 36 في المية. يبقى ده انا مثلتها باستخدام القطاعات الدائرية الموجبة.
طبعا مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة هي مجموعة الأعداد التي تشمل تبدأ من الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، يبقى أعداد موجبة. أما العدد اللي قدامنا ده هو سالب 11، يبقى عدد ده سالب، إذن ده بينتمي لمجموعة الأعداد السالبة. طيب هنا هنلاحظ إيه؟ هنلاحظ قوس مجموعة، فقوس المجموعة ما بنحطش ينتمي، ينتمي نضعها بين عنصر بس، إنما دلوقتي ده إيه؟ مجموعة، فالمجموعة بتاخد إيه؟ بتاخد جزئية أو ليست جزئية. أما لو لقينا العدد لا مش موجود داخل المجموعة فبنحط ليست جزئية ونعمل علامة ليست جزئية، يبقى هنا المجموعة هنا ليست إيه؟ جزئية. طيب السؤال الثاني بيقول لي إيه؟ أكمل بنفس التسلسل 17 15 23 31 29. لاحظ معايا كل مرة بنزود كام؟ 7 بقت 15، زودنا كام؟ 18. طيب يبقى جت 15، طيب يبقى 7 زائد 8 15، طب 15 زائد 8 23، طب 23 و8 31، اذا كل مره بنزود 8، تعالوا نزود على 39 ده هي 8. 8 لو زودناها على 39 يديني كام؟ 7 وكام؟ و40، بالعدل بعد كده 7 وكام؟ و40. طيب 47 هنضيف عليها ال 8 تديني كام؟ هتدينا 55، يبقى انا كده اكملت بنفس الايه؟ التسلسل، كملنا بنفس الايه؟ التسلسل. طيب السؤال بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ضع ده في ابسط صوره، خلاص؟ طيب خلي بالك سالب 5 في ونفتح قوس 7 سالب زائد وبعدين نفتح قوسين سالب كام؟ سالب 5. فبنعمل ايه؟ طبعا دول لازم نشوفهم يطلعوا بكام الاول، يبقى نكتب العدد اللي بره اللي هو كام؟ سالب ايه؟ سالب 5 زي ما هو اهوت، بعد كده في ونشوف العددين دولت مع بعض، خلاص؟ انا دلوقتي بنقول 7 ناقص 5، 7 سالب 5 تديني كام؟ تديني 2. طيب يلا نضرب، سالب في موجب يديني سالب، يديني كام هنا؟ سالب. الخمسة في اتنين بكام؟ بعشرة، يبقى الناتج هنا في أبسط صورة بيطلع لي بكام؟ بسالب إيه؟ بسالب 10. طيب هنا بيسأل سؤال تاني، عايز صورة النقطة اللي هي 4 و5 بالانتقال سالب 2 و1. طبعا الانتقال خلاص بيحرك النقطة ديت إلى نقطة أخرى، يحرك النقطة كلها إلى نقطة أخرى. طيب هنا عشان نعمل عملية الانتقال فبنشوف بنجمع السين مع الايه مع الاول، الاول مع الاول والتاني مع التاني، يبقى السين في هنا حد الاول بنجمعه مع الاول، يلا نجمع نقوله 4 ناقص 2 يديني يبقى 4، وبعد كده نضيف لها العدد ده هو سالب 2 يدينا 2، يبقى كانك بتقول 4 ناقص 2 ب2. طيب تعالى نجمع برضو نقوله 5 زائد الواحد يديني 6، يديني كام؟ 6. يبقى اذا الصورة بالانتقال اللي هو عطهولي هتطلع عبارة عن كام؟ 2 و6، 2 وكام؟ و6. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ عايز مني ارتفاع متوازي المستطيلات الذي مساحته الجانبية بتساوي كام؟ كام؟ 200 سنتيمتر مربع، وبعد قاعدته وبعد القاعدتين بتوعه عبارة عن كام؟ 8 و12. هذا الارتفاع يساوي كام؟ فهو طالب مني الارتفاع. طب احنا عارفين ايه بقى؟ ان المساحة الجانبية للمتوازي المستطيلات عبارة عن محيط القاعدة في الارتفاع. طب قاعدة متوازي المستطيلات عبارة عن ايه؟ مستطيل، يبقى لازم نجيب هنا ايه؟ محيط الايه؟ المستطيل. طب محيط المستطيل بيساوي ايه؟ الطول زائد العرض في 2. طب هو بيقول لي البعدين، يعني الطول والعرض، يعني 8 زائد كام؟ البعدين هنا 8 زائد 12 يديني كام؟ 20. 20 في 2 يبقى كاننا بنقول كده اهوت 2، محيط القاعده هنا هيبقى عباره عن كام؟ 2 خلاص مضروب في الطول زائد العرض. الطول زائد العرض يديني كام هنا؟ يديني ايه؟ ال20. اذا المحيط بتاع القاعدة في هذه الحالة بيديني كام؟ 40. يديني كام؟ 40 سنتي. طيب انا عايز الارتفاع. الارتفاع بيساوي ايه؟ المساحة الجانبية على المحيط. الارتفاع
بيساوي المساحة الجانبية على الايه المحيط. يبقى الارتفاع بيساوي المساحة الجانبية ونقسم على الايه محيط القاعدة. طيب المساحة الجانبية كلها طالب كام؟ طالب 200. طيب واحنا جبنا ايه محيط القاعدة طلع ب 40، يبقى نقسم 200 على 40 يديني كام؟ يديني 5 سنتي. يبقى ارتفاع متوازي المستطيلات في هذه الحالة بتساوي كام؟ 5 5 ايه؟ السؤال هنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. أول حاجة بيقول لي قيمة المقدار 3 مضروب في سالب 5، بعد كده سالب بيفتح قوس 2 في 3، كل ده أس كام؟ أس 2 على الأربعة. فإحنا دلوقتي بنقول دلوقتي بنعمل عملية إيه؟ الترتيب، ترتيب الحدود وإحنا إيه؟ والمقادير وإحنا شغالين. طيب بيقول لي الناتج ده هيطلع بكام؟ سالب 31 سالب 16 ولا سالب 51 على الايه ال 21 ولا سالب 24؟ طبعا هنبتدي نتعاملوا معاها واحده واحده. اول حاجه بنبداوا فيها نبدا نقولوا ايه، بنضرب الاول، نضرب مين العددين دولت في بعض، الثلاثة في سالب 5 يديني سالب 15. الخطوه اللي بعد كده نضرب الاثنين في 3 ب 6، 2 في 3 بكام؟ ب 6. بعد ما عملت عمليه الضرب بنعمل الايه الايه الاس اللي فوق، يبقى نضرب الاول 2 في 3 ب 6، 6 الكل اس 2 يعني 6 في 6 ب 36، كل ده على الكام؟ على الايه الاربعه. نرجع نقول له ايه؟ نقول له سالب 15 تتحط زي ما هي، بعد كده بنجري عمليه الايه؟ القسمه، سالب نحط السالب، سالب على الموجب فيها سالب، 36 لو قسمناها على 4 اديني 9. الخطوة الأخيرة إننا بنعمل عملية الإيه؟ الجمع، الجمع أو الطرح. طبعًا هنا سالب 15 وسالب 9 سالب وسالب سالب ونجمع، يبقى لو عندي سالب وسالب طبعًا هنا مفيش علامة الفي أو على أو أي حاجة، عملية إيه؟ إشارات موجب وسالب بس. فأنا عندي سالب وسالب نقول نحط السالب ونجمع العددين، يبقى 15 ونحط عليهم 9 تبقى يدينا كام؟ 4 وإيه؟ و20. يبقى الناتج هنا بيديني سالب 4 وإيه؟ و20. طيب الخطوة اللي بعد كده بتقول لي ايه؟ بيقول لي القيت قطعة نقود 250 مرة، يبقى عدد القاء كانت كم مرة؟ 250 مرة، فإن أقرب عدد متوقع لظهور الصورة يساوي. طبعا هنا عند القاء لو مرة واحدة خلاص يبقى احتمال ظهور الصورة مرة واحدة. طب احتمال ظهور الصورة يعني مرة واحدة يعني نص، لأن هنا صورة كتابة، يبقى لو مرة واحدة يديني كام؟ يديني نص. كويس؟ طب لو رميناها مرتين يبقى الصورة هتظهر مرتين والكتابة مرتين، يعني هتظهر كام؟ نقوله عبارة عن ايه؟ واحد، يعني لو هي مرتين ظهورها هيبقى ايه؟ واحد، متوقع ظهورها مرة ايه؟ واحد. طيب هنا لو قلنا بقى لو عملنا 250 مرة، 250 مرة خلاص يبقى الأقرب ليها مين؟ النص. طب مين النص هنا تقريبا؟ تعالوا نقول النص تقريبا، طبعا هنا العدد ده أعتقد مش مظبوط، فنقوله ال 250 على الاثنين هيدينا الأقرب لها المية إيه؟ المية 27. طبعا هنا المفروض هنا في إيه عدد تاني اللي هو 200 مثلا 24، مثلا 224. فالأقرب هنا طبعا للأعداد ديت هو، لأن النص هنا 250 على الاثنين النص بتاعها عبارة عن 100 وكام؟ عبارة عن 125. طب مين الأقرب؟ يبقى ال 127. السؤال اللي بعد كده بيقول إذا كان نون فيه عدد فردي، عدد إيه؟ فردي. طب العدد الفردي ده ممكن نفرضه نقوله إيه بقى هوت؟ نقوله خلاص فإن العدد الزوجي فيه ما يلي هو، إيه العدد الزوجي في ده؟ خلاص خلي بالك ده عدد فردي، يعني كام؟ واحد. كويس؟ أو نقوله ثلاثة، خلاص يبقى ده عدد فردي. طيب العدد الزوجي بقى هيكون إيه؟ هيكون عبارة عن يا ترى هيكون ثلاثة في ثلاثة؟ تسعة، ما ينفعش. طيب خلي بالك معايا، أو في تربيع زائد واحد يعني نقوله ثلاثة في ثلاثة بتسعة، تسعة زائد ثلاثة تديني 12، يديني هنا كام؟ 12. يبقى هو ده ممكن يكون ده برضه نفس الحكاية، خلاص ماشي. طب تعال نقوله 2 في يعني 2 في 2 في 2 في 3 بكام؟ ب 6، 6 1 7 طبعا هديني فردي، ده ما ينفعش. طب نقوله برضه 3، 3 في 3 ب 9 في 3 في 27 طبعا ما ينفعش. إذا في هذه الحالة دائما وأبدا يبقى نقوله لو أعطانا عدد فردي
خلاص العدد الزوجي اللي بعده هيبقى عبارة عن ايه حسب القاعدة اللي عندنا هنا، هيبقى هيدينا ايه في تربيع زائد الفي. في تربيع يعني مربع العدد الفردي زائد العدد الزوجي، مربع العدد الفردي زائد العدد الايه الزوجي، حيث الفردي زائد الفردي بيديني زوجي. كويس ماشي. طيب تعالى معايا نكمل. يقول لي في الشكل المقابل، اعطينا الشكل اهوت مقابل يمثل ده عباره عن ايه ربع دايره، يعتبر ده ربع ايه دايره، ومحدد بنصفي قطرين زي ما انت شايف. النص القطر هنا بيبقى ناقع بالنسبه لنا، والنص القطر الثاني هيبقى برضو ايه ناقع. طب هو بيقول لي ايه عايز محيطه بالسنتيمترات، عايز محيطه بالسنتي ايه مترات. يا ترى محيطه 2 باي 2 باي ولا 5 باي ولا باي زائد 4 ولا 4 باي زائد ال 4؟ تعالوا نشوفوا الاجابه معانا. طبعا هنا هنقوله نق زائد نق، ادي ايه ادي جزء، زائد ربع محيط الدايره، زائد ربع محيط مين الدايره. طيب لان ده الحته دي كده المحيط، القصد المقصود بالمحيط هو الايه الحته الخارجيه، هنجمع معاها نق زائد نق يبقى هنا 2 نق، زائد ربع محيط الدايره يبقى 2 زائد 2 بكام؟ 2 في 2 بكام؟ بيديني كام؟ 4. ماشي، زائد الربع محيط الدايره. طب محيط الدايره بيساوي ايه؟ محيط الدايره بيساوي زي ما قلنا ايه، فهو هنا بيعوض عن مين؟ هيعوض عن النق بكام؟ النق بيعوض عنه باتنين، يعني هنا هنقوله ربع محيط الدايره يبقى ربع في خلاص الدايره كلها عباره عن ايه اتنين اتنين، يبقى محيط الدايره عباره عن اتنين باي في ايه في نق. كويس. طيب النق هو عطالي بكام هنا؟ خلي بالك باتنين، اتنين في اتنين باربعة، الاربعة تختصر مع الاربعة هتبقى لي الباي، يبقى الناتج بيطلع لي في النهاية اربعة زائد الايه الباي، اربعة زائد الايه الباي. طبعا مسألة ايه غلسة شوية بس ايه نشوفها تاني مع بعض. يبقى نقول دايما كده نبص مع بعض، النق عطولي بكام هنا؟ باتنين. كويس، يبقى ده باتنين، والنق هنا بكام؟ باتنين. اتنين زائد اتنين بكام؟ باربعة، يبقى ده بكام؟ باربعة. طب انا عايز نجيب ربع الايه؟ ربع الدايرة، ربع محيط الدايرة، يعني ايه؟ يعني محيط الدايرة عبارة عن كام؟ احنا قلنا اتنين باي باي نق، طب نق احنا متفقين بكام؟ باتنين، يبقى اتنين في اتنين اهو. طب الربع يبقى نقسم على الاربعة، نقسم على كام؟ على اربعة، الاربعة تختصر مع الاربعة يبقى لي الباي، يبقى 2 في 2 ب 4 زائد الباي، يبقى ده الناتج بتاع الايه المساله. هنا بيقول لي اذا كانت 7 س بتساوي سالب 42 فاول قيمه الس، فاول قيمه مين؟ الس. طبعا دي سهله خالص، هنا بنعمل ايه؟ هنقسم على السبعه، يبقى نقول الس بتساوي سالب 42 نقسمه على السبعه، الناتج هيطلع لي بكام؟ بسالب 6، يبقى اذا قيمه الس بسالب ايه؟ 6. السؤال بعد كده بيقول لي اوجد ناتج، اوجد ناتج ايه بقى؟ 7 أس 4 في 7 أس 5 على 7 أس إيه؟ أس 7. طيب تعالوا نشوف مع بعض المسألة بتاعتنا تاني، هي تبقى 7 أس 4 في 7 أس 5 على 7 أس 7. في حالة الضرب لما تكون الأساسات متشابهة بنضع أساس ونجمع الأسس، نضع أساس ونجمع الأسس، يلا نجمع الأسس، يبقى نقول السبعة حطيتها 4 زائد 5 9، 4 زائد 5 كام؟ 9، على مين؟ على 7 أس 7. طيب في حالة القسمة بنطرح الأسس، نضع الأساس أهو اللي هو 7 ونطرح الأسس نقوله كام؟ يبقى نضع أساس اللي هو 7 ونقوله 9 ناقص الإيه؟ 7، يبقى 9 ناقص 7، يبقى الناتج في النهاية يطلع لي 9 ناقص 7 2، يبقى 7 أس 2. يعني إيه 7 أس 2؟ يعني 7 في 7، يبقى الناتج في النهاية يطلع لي بكام؟ ب 9 بكام؟ و 40، يبقى الناتج في النهاية يطلع لنا بكام؟ ب 9 وإيه؟ و 40. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو للأصدقاء والفيسبوك.